صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء، يا قتيل العدا، يا مسلوب العمامة والرداء، يا أبا الشهداء، يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. على محمد. حديثنا هذه الليلة والليلة القادمة أيها الأحبة إن شاء الله سوف يدور حول كمائن الشيطان، هذا المخلوق الذي لا يريد لك أي نوع من الصلاح أبدا، لا يقدم لك نصيحة إلا وفي خلفها مفسدة إليك. هذا المخلوق تعهد إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحرفك عن صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أنا سوف أجلس على هذا الصراط وأحرف من يمشون عليه، لن يصلوا إلى الهدف الذي أنت أردته إليهم، لن يصلوا إلى ما تريده أنت من تكامل، ما تريده أنت من صلاح من خير، سوف أكون لهم حجر عثرة. لا يريد هذا المخلوق لك بكل شكل من الأشكال، بكل طريقة من الطرق، أن تحصل على أقل شيء من الصلاح،
على أقل شيء من الخير، يريد أن يوردك مورده، يريد أن يوردك مورده، هو سيرد الجنة، سيرد النار وبئس المصير، ويريد أن يأخذك إلى النار معه. هذا لا يريد لبني آدم مهما ظهر بمظهر الصلاح ومهما ظهر بمظهر النصيحة، لا يريد لك الخير أبدا. قد تعهد بينه وبين نفسه أن لا يقدم نصيحة إلى بني آدم. يقال أن يحيى عليه السلام قد رأى الشيطان وقال له: ما هذه العلائق الذي تحملها؟ فقال له الشيطان: هذه الأشراك الكمائن التي أصطاد بها بني آدم. قال له: هل لي فيها من نصيب؟ يعني أنا هم كذلك تقدر علي بشيء من هذا اللي عندك؟ قال: أنت إذا جلست على الطعام تصل إلى مرحلة الشبع، وإذا شبعت تثقل على العبادة، إذا شبعت تثقل على العبادة. فقال يحيى: إذن أنا أعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا أشبع أبدا، يعني راح أكل لكن ما راح أوصل إلى مرحلة الشبع اللي تخلي الإنسان تضعف إرادته، يضعف تضعف عبادته. فحس الشيطان أنه بطريقة ما قد قدم نصيحة إلى يحيى، فقال: وأنا أعاهد الله أن لا أقدم نصيحة إلى بني آدم أبدا. هذا لا يريد، هذا المخلوق لا يريد لك أي نوع من الصلاح. ولكي نكون على بينة منه، هو عدوك الأول، هو العدو المطلق، هو العدو الذي يجب أن نتخذه عدوا كما أسلفنا في الآية الكريمة. ولأنه عدوك دائما وأبدا كما نعرف، سنعرف خلال البحث، يحاول أن يوقع بك دائما وأبدا، سيحاول أن يوقع بك. ولذلك يجب عليك أن تعرف هذه الشرائك، هذه الحبائل، هذه المصائد الذي ينصبها لك، ما هي، لكي تبتعد عنها، لكي لا تقع فيها. هذه الكمائن كيف ينصبها لك، يجب أن تتعلم، يجب أن تعرف لكي لا تقع فيها. قبل أن نتعرف على كمائن الشيطان، يجب علينا أن نتعرف على الشيطان نفسه، يجب علينا أن نتعرف على الشيطان نفسه. احنا في تعاملنا مع الشيطان نتعامل معه كأنما نعرفه، احنا معرفتنا به معرفة ابتدائية. معرفة ابتدائية يعني شنو؟ يعني مال ان احنا نعرف ان هذا ان هذا المخلوق واحد مو زين ولازم احنا ما نتبعه، نقطة على السطر. اكثر من ذلك المعرفة قاصرة، ولابد انك انت تتعرف على عدوك لكي تسد عليه المداخل، لكي تسد عليه نقاط الضعف اللي ممكن انه يستغلها. ممكن أنا إذا تعرفت عليه أن أصده، ولكن عدو مخفي مو واضح، هذا صعب علي أن أصده. عدو ظاهر، أنت تعرف أن فلان عدوك، هذا ظاهر، لكن المنافق الذي ينافق يبطن لك العداء ويظهر لك الصلاح، هذا أشد من ذاك الظاهر. عشان كذي لابد ان احنا نتعلم او نتعرف على الشيطان ونعرفه على حقيقته التامة. الان هذا الشيطان شنو صفاته؟ شنو نتعرف عليه؟ اول شيء لابد احنا نعرفه عن الشيطان انه موجود من قبل خلق آدم، موجود من قبل خلق آدم. هذا المخلوق كان على وجه الأرض مع خلق يشابهه، قد يكون هو نبي ذلك الخلق، في أفضل في أقل الحالات هو أحد الصالحين، هو أحد الصالحين لذلك الخلق الذي أباده الله سبحانه وتعالى.
وأخذ الشيطان واصطفاه منهم ورفعه إلى السماء، ورفعه إلى السماء، وحين رفعه إلى السماء جعله خازنا للسماء الخامسة. يعني هذا عنده مقام، عنده مقام قرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى حد أن الملائكة كانوا يظنون أن الشيطان منهم، كانوا يظنون أن الشيطان منهم. هذا إذا كان موجود من ذلك الخلق الذي كان قبل آدم ورفع إلى السماء، ثم غضب الله عليه لأنه لم يسجد إلى آدم ونزل مع آدم إلى الأرض، وموجود من أيام آدم إلى الآن، شنو معنات هذا؟ معناته أن هذا المخلوق عنده خبرة كبيرة، معناته أن عنده خبرة عظيمة جدا. إحنا إذا حسبنا وجوده وحياته من أيام آدم فهذا يكفي أن عنده خبرة كبيرة، بعد ما نحسب قبل آدم. إذا قلنا أن كان موجود من أيام آدم ومن أيام آدم إلى الآن مثلا 50,000 سنة، 100,000 سنة، 200,000 سنة، ما ندري، إذا كان من ذلك الوقت إلى الآن موجود فخبرته تساوي شقد؟ تساوي 200 سنة، 200,000 سنة. إذا كانت خبرته هالقد يعني شنو هو؟ يعني أنه عنده خبرة واسعة في التعامل مع جميع أنواع البشر، جميع أنواع البشر مروا عليه، يعرف مداخلهم، يعرف شلون يتصرف وياهم، شلون يصطادهم، يعرف، يعرف للصغير، يعرف للكبير، يعرف إلى الشيخ، يعرف إلى الشاب، يعرف إلى المرأة، يعرف إلى الرجل، يعرف إلى الوضيع، يعرف إلى العزيز، إلى الغني، إلى الفقير، إلى الحاكم، إلى المحكوم، يعرف لهم كلهم، يعرف شلون يصطادهم، كلهم مروا عليه، كلهم مروا عليه، والخبرة لها قيمة، الخبرة لها قيمة. فهذا المخلوق عنده خبرة واسعة، عنده خبرة واسعة. من وين خبرة الواسعة؟ لأنه كان موجود من قبل آدم إلى الآن، وسوف يكون موجود إلى يوم القيامة. هذا واحد، فأنت قاعد تتعامل ويا واحد عدو عنده خبرة واسعة، عنده خبرة واسعة، مو قاعد تتعلق. فأنا قاعد أقول هذا الكلام حق لا تستسهل بعدوك، لا تستخف بعدوك، لا تعتبر أنه ما يعرف ما يفهم أنت بتقص عليه، لا، عنده خبرة واسعة. من خبرته الواسعة نطلع إلى الصفة الثانية، وهي أنه عالم. أنت تتعامل مع عدو عالم، يعرف، عارف، يعرف مداخل الإنسان، يعرف كيف خلق الإنسان، يعرف كيف خلق الإنسان، ما هي نقاط ضعف الإنسان، يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف ملك الله سبحانه وتعالى أي حد إلى أي مكان، يعرف كل ذلك، عالم، يعرف في كل العلوم، في كل العلوم يعرف، خصوصا في العلوم الشرعية يعرف، ولأن العلوم الشرعية توصل إلى الله، فعارف في كل العلوم، عارف وعالم بكل العلوم. هذه المعرفة جاءت من أين؟ أولاً أنت لا تنسى أنه واحد كان عايش في السماوات، كان موجود في ذلك في الملكوت، ونزل إلى الملك، نزل إلى هذه الأرض. لا تنسى أنه عايش كثير من الناس، كثير من الاختراعات، كثير من الأمور عايشها، عايش كثير من الأنبياء، وعارف شلون كانوا هؤلاء الأنبياء يدعون، يدعون أممهم إلى أديانهم، وكان يعرف شلون هذه الشرائع وشلون تتصرف، عالم. فلا تتعامل وياه معاملة الجاهل، هذا العدو عالم، مو عدو جاهل، عدو جاهل بسيط. لذلك هو، دائما ما يحب أن يجهل بني آدم، أن يعيش بني آدم حالة الجهل. ليش؟ لأنه يصير سهل بالنسبة إليه. أما العالم من بني آدم، العلماء هؤلاء الذين إذا ماتوا ثلم في الإسلام ثلمة، ليش؟ لأن هؤلاء حراس الشريعة، لأن هؤلاء هم أول ناس واقفين على ثغور الإسلام يدافعون عنه أمام الشيطان.
فأنت إذا عشت الجاهل صرت لقمة سائغة في عند الشيطان في فم الشيطان. يأنس الشيطان بالجهال، يأنس بالجهال. لعدوكم أيها الأحبة واحد عنده خبرة عظيمة كبيرة، اثنين عنده علم واسع، ثلاثة عنده عبادة وعالم بالعبادة وهو نفسه كان من العباد. قلنا قبل قليل أن الملائكة كانوا يلقبونه بطاووس الملائكة، عابد عبد الله سبحانه وتعالى 6000 سنة لا يعلم أهي من سنين الأرض أو من سنين السماء. احنا نرجح أنه من سنين السماء، ليش؟ لأنه عبدها الله في السماء. فأنت قاعد عارف بالعبادات كلها، عارف بالطرق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، عارف بالصلاة، عارف بالصيام، عارف بالخمس، عارف في كل شيء. هو عابد، كان يعبد الله، كان يعبد الله، وكان يعبد الله عبادة كانت الملائكة كانت تغبطه عليها. يقول هذه عبادة عالية، عبادة منقطعة النظير، قربته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللي عنده خبرة واسعة، عنده علم واسع، وعنده عبادة واسعة، حتى أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد إلى آدم قال له ربي أعفني من السجود إليه وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك فيها أحد قط. فقال له الله سبحانه وتعالى إنما أريد أن أعبد من حيث أريد أنا، لا من حيث تريد أنت، أعبدني مثل ما أنا أريد. لما أقول لك اسجد تسجد، مو بكيفك. يعني شنو؟ يعني لو جاء إلينا واحد أيها الأحبة وقال صلاة الصبح ركعتين قليلة في حق الله سبحانه وتعالى، أنا بصلي 10 ركعات، لو صلى صلاة الصبح 10 ركعات تقبل من عنده؟ أدى صلاة الصبح؟ ما تقبل من عنده، نقول له روح صل. ليش؟ أنا جبت 10 مو 2. نقول له لأن الله أرادها 2، ونحن مأمورين أن نتعبد الله بحيث أراده لا بحيث نريد نحن. فعندنا هذا العدو، أولا هذا العدو عنده خبرة واسعة، اثنين هذا العدو عالم، ثلاثة هذا العدو عابد، أربعة ومن أحسن الصفات في الشيطان والتي يجب أن نتعلمها منه أنه لا يكل، لا يمل، لا يرتاح، لا يستريح أبدا، ما يستريح. عنده هدف وعنده هدف وعنده غاية يوصل إليها، هذا الهدف أن يقعد لكم صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم يحرفكم عنه، هذا هدف الشيطان. وما راح يتوانى ولا يدخر جهد ولا أنه يستريح في تحقيق هذا الهدف. أنت تشوفه لما يجي إليك وسوس إليك تقول أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح ويرد يرجع عليك مرة ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح ويد يرجع عليك مرة ثانية، عنده هدف. أنت لما تقول لا أنا ما راح أسوي هذا الذنب، ما يوقف، يرد يعاود إليك الفكرة مرة ثانية ما دام هي موجودة. أمس قلنا هذا الكلام لما تكلمنا عن التوبة، أنت الفكرة لا تخليها موجودة عشان الشيطان لا يستغلها. فلما تكون الفكرة موجودة بيعاود 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 مرة وثانية وثالثة إلى أن تقع في كمينه، لا يكل، لا يمل، لا يستريح أبدا أبدا أبدا، ما ينام، أنت تنام وما ينام. هذا يريد إليك السوء دائما. فإذا أيها الأحبة عدوكم هذا الملعون عالم عابد خبرة واسعة ولا يكل ولا يمل ولا يستريح أبدا. صفة خامسة من صفاته أنه متكبر. هو شنو اللي طلعه من ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ تكبره، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا من
تأمرني أن أسجد إليه؟ أنا الذي عبدت، أنا اللي أنا سويت، أنا اللي أنا شلت، أنا أحسن من الملائكة، أنا أفضل خلقك، أنا اللي عبادتي أفضل كذا 6000، تأمرني أن أسجد إلى هذا؟ وهذا خلقته من حمأ مسنون، من أديم الأرض. الشيطان أيها الأحبة كما تقول الروايات أنه كان دائما عداء لآدم حتى قبل أن تبث الروح في آدم، دائما العداء إليه من قبل، من أن قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أكن العداء إليه إلى آدم، وكان يحاول أن يمنع خلقه، يمنع خلق آدم. الله لما قال إني جاعل في الأرض خليفة عرف أن الخليفة الجاي راح يخلق من أديم الأرض، من تراب، فجاء إلى الأرض وقال لها أن الله سبحانه وتعالى راح يخلق من عندش خلق، منش انتين خلق يفسد في الأرض، أترضين ذلك؟ فقالت يعني شنو أسوي؟ أنا من ذاك الوقت يوسوس، يعني ما خلي حتى مو بني آدم حتى الأرض راح يوسوس لها. فقالت ماذا أفعل؟ قال إذا أرسل الله رسوله ليقبض منك قبضة أقسمي عليه أن لا تعطي، أن لا يقبض منك هذه القبضة. وفعلا أرسل الله أولا جبرائيل فأراد أن يقبض قبضة من الأرض فاهتزت، وقالت له أقسم بالله عليك أن لا تأخذ مني ترابا يصنع منه من يفسد في الأرض. راح جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، كلهم تقول لهم نفس الشيء، إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى من قابض الأرواح عزرائيل، جاء اهتزت أقسمت عليه، قال لها إني مأمور وسوف يكون أمر الله سبحانه وتعالى، وأخذ قبضة ورجع وخلق آدم. وحين خلق آدم ظل جسدا في الجنة، فكان الشيطان يأتي يدخل من فاه ويخرج من دبره ويضرب على بطن آدم ويقول والله إن كنت أفضل مني كنت عدوك، وإن كنت أقل مني كنت صديقك، بهذا المعنى. فهذا متكبر إلى آخر الأمر، إلى أقصى درجات التكبر. 6 من صفات الشيطان أنه يقلب الحقائق. يجي إلى هذا الإنسان الحقيقة المعروفة الواضحة يقلبها إليه ويخليها غير واضحة، الحقيقة المعروفة يقلبها إليه ويجعلها غير معروفة، الأمر إلا ما فيه شك ما فيه ريب يجعل فيه الشك ويجعل فيه الريب. مثلا أريد أنا أتصدق، أريد أصدق وأخرج الصدقة من محفظتي، يجي الشيطان يقول لي شنو بسوي؟ ماذا ستريد أن تفعل؟ راح تدفع هاي الصدقة أنت، أن هذه الأموال أنت أولى بها، هذه الأموال أنت أولى بها، لا تدفعها، أنت تتعب وتكد وتعمل. وبعد ذلك يأتي هذا النائم، هذا الذي لا يعمل، ويأخذ أموالك، أنت أولى بها، مو أنت أولى بها، أولادك أولى بها، اصرفها على أولادك أفضل. ويقلب لك حقيقة الصدقة ويخليك تحجم عن الصدقة وما تصدق. يجي إلى صلاة الليل، أنت تريد تصلي صلاة الليل لكن يقول إليك والله يسمون صلاة الليل ممتازة زينة، لكن أنت وراك عمل باكر بتتعب بكرة، وإذا تعبت بعدين شنو بتستفيد من هذا السهر؟ تقولي والله. يقلب ليك الحقائق، يقلب ليك الأمور. وبهذه وكل ما كان الإنسان علمه خفيف متواضع وقع في شرك الشيطان. من هني نروح إلى مدارج الشيطان، شنو يريد الشيطان من عندك؟
إذا عرفناها الآن، عرفنا هذه هي صفات الشيطان. الشيطان شنو يريد من عندنا أيها الأحباء؟ الشيطان يريد من عندنا أولا أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وصل بنا إلى مرحلة الشرك، مرحلة اليأس، مرحلة القنوط، استأنس. إذا ما وصل بنا إلى مرحلة الشرك يروح إلى أقل درجة. بعد الشرك يحاول أن يجعلك تبتدع في الدين. إذا ما قدر يخليك تشرك يخليك تبتدع في الدين، تأتي ببدعة. هذه البدعة آثارها السلبية، لأن عارف ودائما ما يختار لك البدع، ما يختار الأمور اللي تعتبر بدعة فيها عذاب كبير، ما يختار بدعة صغيرة ممكن أن هي تنتهي، لا، يختار بدعة كبيرة جدا ما يمكن أن هي تنتهي. وهذه البدعة يصير أثرها مو بس على نفس الإنسان، هم كذلك على بقية الآخرين، بقية الناس. مثلا يجي إلى واحد ويقول إليه أنك أنت ابن الإمام الحجة عجل الله فرجه، ويبدأ يخليه يعيش هاي الفكرة. وعندنا موجودين أحمد بن الحسن القاطع، هذا جاء وقال أنا ابن الإمام، زين هذه بدعة في الدين، ما عندنا الإمام، ما عنده أولاد، أنا ابن الإمام، أنا اليماني، أنا ابن الإمام، يعني جمع اثنين ابن الإمام واليماني في نفس الشخص، أنا ابن الإمام، أنا اليماني، وعليكم أن تتبعوني. البدعة عليه، البدعة عليه وعلى كل من يتبعه. صاروا منحرفي العقيدة، صاروا منحرفي العقيدة. فإيجي يخلي الواحد يبتدع أو لا، ما يصير ابن الإمام، يجي يقول أن أنا باب الإمام، إذا أردتون أن أنتم تتصلون بالإمام أنا بابه، أنا بابه الذي منه يؤتى، تعالوا إلي، أنا عندي لقاءات مع الإمام، أنا عندي سفارة إلى الإمام، وأنتم صادقين روحوا سقفوا مسجد الصبور. فإذا السقف يعني هذا أنا صح، هذا كلامي صحيح، وأنا أخلي أربع جدران أخلي فوقهم سقف يسقف، يعني هذا شيء طبيعي. فتشوف أن ممكن أن شلون أن الشيطان يخلي الإنسان يعيش البدعة. إذا أولا إذا نشرك، إذا ما أشرك يعيش البدعة، إذا ما قدر أن يخليه يبتدع في الدين يخليه يرتكب الكبائر، يخليه يرتكب الكبائر. أيها الأحبة، الشيطان ما يجي إليك على طول ويقول إليك ازني، لا تصلي، ما يجي بهي الطريقة. عادة ما يستدرج، عادة ما يستدرج، وراح يجي شلون نعرف أنه يستدرج. فيجي إليك يخليك ترتكب الكبائر، ما قدر أنه يخليك ترتكب الكبائر، ما يخليك، يخلي يقوم يوسوس إليك عشان ترتكب الصغائر، ما قدر يخليك ترتكب الصغائر، ما يخليك. شنو هسه؟ خلاص ماكو مجال للذنوب، يا كبائر يا صغائر. وش يريد الآن بعد الشيطان؟ يقوم يوسوس إليك لكي لا تحصل على الثواب كامل، يجي يخرب عليك عملك، يجي يقول لك صل صلاة الليل، لكن إذا صليت صلاة الليل وخشعت وبكيت عقب ما تخلصها يجي إليك يقول ماكو أحد يصلي مثلك، أنت أحسن واحد يصلي، الله سبحانه وتعالى الآن ينظر إليك ويشوف يقول هذا عبدي فعلا فاخر ربك، الله سبحانه وتعالى يحترق العمل. يجي إليك يقول إليك الصدق الصدق، وإذا صدقت يجي يقول إليك باي ما في أحسن منك أنت، شنو هاي صدقة في السر بعد ما حد شافك، ويحرق لك العمل. أنت أحسن واحد تصلي، أنت أكثر واحد تجي المسجد، أنت أحسن واحد. بهي الطريقة إذا ما قدر الشيطان على أنه يجعلك ترتكب الذنب يخليك ما تتهنأ بالثواب، يخليك ما تتهنأ بالثواب، أو أنه يخليك إذا ما قدر أنه يخليك ما تتهنأ بالثواب يحرق عملك، يخليك ما تستفيد من الثواب كله،
يقول مو مشكلة حتى لو قليل أخفف من الثواب مالك. مثلا إذا جيت أنت تصلي سبحان ربي الأعلى وبحمد ساجد، والإنسان من يسجد يعج شيطانه، الشيطان يصرخ إذا سجد ابن آدم وينادي أنه أطاع وعصيت. لذلك السجود من أكثر الأمور التي تهلك الشيطان، تضر الشيطان. فإذا سجدت سبحان ربي الأعلى وبحمده يأتي إليك ويقول بس خلاص، ما يحتاج يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مو واجبة، لأن خب عارفه، لا يعرف في يسمونه في العبادات عالم. إذا قمت تصلي يقول لك صلي بسرعة أنت الحين مشغول، إذا قمت تصلي يجيب لك الأفكار كلها ويخليها تعيش في ذهنك، ما يخليك تتهنى بثواب مالك، تحصل ثواب بس مو كله، يخليك تأخر الصلاة ويخليك أنك أنت ما تخشع في الصلاة، يجيب لك كل حياتك كل أعمالك ويخليها في عقلك، ما تتهنى بالثواب. يقولون واحد يوم من الأيام ضاع من عنده مبلغ كبير من المال، فأخذ يبحث عنه يبحث عنه ما حصله، راح إلى أحد المشايخ وقال إليه والله يا شيخ أنا ضايع من عندي مبلغ كبير، كان يسوي لي قرطاسة عشان أحصله. أنا ما أدري شلون هي السالفة، تفكر قرطاسة تطلع الأشياء. فقال إليه ما موجود عندنا شيء من هالنوع. قال إليه إنزين هذا مبلغ الحين ضايع وش أسوي؟ قال أنا عندي لك طريقة. شنو هي الطريقة؟ قال له اليوم الليل إذا انتصف الليل قم وصل إلى الله سبحانه وتعالى نوافل، وصل من الليل إلى الصبح، من الليل إلى الصبح، وإن شاء الله بتحصل المبلغ. قال هذه بالطريقة راح يطلع منك. قال لي حاول، وفعلا هذا من انتصف الليل تمسح وقام يصلي، صلى أول نافل أول ركعتين، ثاني ركعتين، ثالث ركعتين، اتذكر وين كان هذا المبلغ حاطنه، فقام سرع الركعتين بسرعة بسرعة خلصهم وراح إلى المكان الفلاني وشاف المبلغ هناك، استانس واجد وقال الحمد لله رب العالمين وراح نام مع ما خلصه. راح نام ويام ثاني راح إلى هذا الشيخ، رحم الله والديك مولانا شيخنا، فعلا هذا العمل سويته أمس وحصلت المبلغ، ولا شيخنا بعد ما صليت كامل بس ثلاث فروض يعني ثلاث نوافل وفي الثالثة حصلته. سبحان الله، شو درك شيخنا أن أنا بحصله؟ قال لا أنا ما أدري أنك أنت بتحصلها أو لا، لكن عادة الإنسان من يقوم يصلي إلى الله سبحانه وتعالى الشيطان يجي. فوش اللي صار عند هذا؟ من قام يصلي، من قام يصلي الشيطان ما يقدر يشوف واحد يصلي، فجاء إلى قال له ترى المبلغ موجود في هالمكان، روح خلاص. فالشيطان بهي الطريقة يتعامل مع بني آدم، إذا ما قدر إنه يخليه يشرك يخليه يبتدع، ما يبتدع كبيرة مو كبيرة، صغيرة مو صغيرة، يحرق العمل ما يحرق العمل، ما يحصل الثواب كامل. شنه الآن مظاهر قوة الشيطان؟ الشيطان قوي من وين؟ رقم أي واحد أيها الأحبة أن الشيطان قوي لأنه كلما ولد لابن آدم مولود ولد له مولود، يعني هذا المخلوق عنده جيوش، عنده جيوش يعملون تحت إمرته، عنده جيوش، هذه الجيوش كلها يعملون تحت أمرته، ومو بس جيوش من جن من نوعه، لا جيوش أيضا من الإنس، يعني في ناس من الإنس تطوعوا أن يصيرون عمال عنده، يصيرون ضمن جيشه. فهذا كلما ولد لابن آدم مولود ولد للشيطان مولود يقارنه، يصير قرين إليه. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قرينة يتبرأ من عندك يوم القيامة ويقول لا أنا ما سويت شيء، هو اللي كان طاغي، أنا ما كان لي أي نوع من الدخل، فهذا عنده جيوش مجيشة.
2 مظاهر قوة الشيطان، أن الشيطان هذا المخلوق واحد، يأتي الإنسان ويجري منه مجرى الدم من العروق، يأتي الإنسان ويجري منه مجرى الدم من العروق، قريب من عندك بشكل كبير، قريب من عندك بشكل كبير، يعني له قوة، هذه القوة يستطيع، هو سأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل على هذه القوة، قال له ربي الآن أنت طردتني فأعطني ثواب وأجر عبادتي لك، قال له ماذا تريد؟ قال له اجعلني حيا إلى يوم ينظر، قال له أنت من المنظرين، أنت راح تظل بعد شتري، قال اجعلني أجري منهم مجرى الدم من العروق، يعني قريب من عندك بصورة كبيرة، موجود يقدر أنه يكون موجود داخل تفكيرك، داخل جسمك بصورة كبيرة. لذلك احنا عندنا كثير من المستحبات التي تضرب الشيطان من عندك. بعد من مظاهر قوته أنه لا يترك بني آدم حتى آخر نفس من حياته، ما يخلي بني آدم، يكون موجود يا بني آدم إلى آخر نفس، إلى آخر نفس موجود، ويحاول أن يحرف بني آدم، إلى آخر نفس موجود ويحاول يحرف بني آدم. لذلك احنا عندنا بعض الأدعية، دعاء العديلة، دعاء العديلة لماذا؟ لكي لا نعدل، مو مشكلة أن أنا أعيش قوي في الدنيا، هم كذلك في سكرات الموت أنا أحتاج القوة بصورة أكبر، لأن في ذلك الوقت ممكن أن يظهر الإنسان على حقيقته، أنا ممكن أطلع إلى الناس بصورة المؤمن الزاهد التقي الورع، لكن في وقت الموت أطلع على حقيقتي. إذا كنت أنا فرعون، كنت شيطان، أطلع على حقيقتي، بعدين الشيطان يجي يستغلها. وبعد هذا العمل لو كان موجود عندي عمل ممتاز، كله ينتهي، كله يروح مع آخر نفس. تقول الروايات أنه في سكرات الموت يصاب الإنسان بعطش شديد، فيأتي الشيطان بكأس من ماء ويعرضه على هذا المي، هذا الذي يريد أن يموت، ويقول له أكفر بالله وأنا أعطيك الماء. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. يقال أيها الأحبة أن أحد عباد بني إسرائيل، هذا الرجل كان من عبادته أن رزقه يصل إليه، وصل إلى مرحلة عظيمة من العبادة، كان رزقه يصل إليه، كان أيضا يشفي المرضى، المرضى يجيبونهم إليه، يمسح عليهم، يقرأ إليهم، يقرأ عليهم ويشفون ببركة دعائه. ففي يوم من الأيام مرضت بنت الحاكم في هذه المنطقة، فأشار عليه وزراءه، هذه أخذها إلى هذا العابد، يقرأ عليها كلمتين وتطيب. وفعلا أخذوا هذه البنت إلى هذا العابد، فأول ما وقعت عينه عليها استحسنها. شنو اللي صار؟ الفكرة جاءت في العقل، وهذا اللي أمس حذرنا منه لما جينا نتكلم عن التوبة النصوح. الفكرة أصلا اقتلها، الفكرة من البداية اقتلها عشان لا يصير السلسلة موجودة. جاءت الفكرة من وردة، وهو يجري من مجرى الدم من العروق، قريب من عندك، يعرف تفكيرك، فمن بما ما أن تولدت الفكرة على طول التقطها، فقام وسوس إليه وقال إليه قل لهم أن يدعوها عندك هذه الليلة عشان تقرأ عليها وتتعبد وتدعو لها، هذه مريضة واجد تحتاج إلى عناية. أيها الأحبة، احنا قلنا الشيطان ما يجي يقول لك إزني، يستدرجك إلى الزنا، وكل واحد بطريقته، كل واحد على حسب إيمانه يستدرجه أو يحاول معه. فقام هذا العابد قال لأهلها، قال لهم اتركوها عندي هذه الليلة عشان أدعو لها وأقرأ عليها وإلى آخره،
فقالوا إن شاء الله نتركها عندك، طبعا لأنهم يثقون هذا عابد من العباد العظام كذا، فوثقوا فيه. تركوا البنت عنده. لما انتصف الليل جاء إليه الشيطان، الفكرة موجودة وتخمرت طول هي المدة. جاء إليه الشيطان يزين الفكرة، انظر إلى بياضها، انظر إلى جمالها، انظر إلى كذا، قع عليها، اقضي واترك منها. فقام هذا فعلا وفي وقام ووقع على هذه البنت. خب قال إليها بعد هذه ضعيفة ما راح تقاومك، وقع عليها. لما أن وقع عليها جاء إليه الشيطان. الشيطان ما يخلي الواحد مو بس يذنب يخليه، لا، يأخذه إلى أقصى إلى أبعد نقطة. قال له الآن بعد أن وقعت عليها، هذا بالغد يجون أهلها، هذه بنت الحاكم، وراح تشتكي عليك، يقتلونك، شو أسوي؟ اقتلها وادفنها، وإذا جاءوا قل لهم أنها اشتد عليها المرض وماتت فدفنتها. استحسن الفكرة، فقام وقتل البنت ودفنها وراح نام. يوم ثاني جاء الحاكم وجاء الوزراء والجنود وين البنت؟ قال يا الحاكم اشتد عليها مرضها فماتت ودفنتها. فتمثل الشيطان في صورة رجل وجاء لهم وقال لهم هذا كذاب، أنا رأيته يقتلها وأنا رأيته يدفنها، شلون؟ وأنتم مصدقين؟ افتحوا قبرها، هذا قبرها، افتحوه، سوف ترونها أن سوف ترونها مقتولة. فعلا فتحوا القبر وإذا بهم يرونها مقتولة. فأخذوا هذا العابد، كان عابد، أخذوا هذا الرجل، كبلوه، حكموا عليه بالإعدام حرقا، ربطوه في عمود طويل، أشعلوا النار من تحته. فجاء إليه الشيطان وقال له الآن أين ربك؟ وين ربك اللي كنت أنت تعبده؟ كم سنة أنت عبدت الله سبحانه وتعالى؟ وينه يتركك في هذه الحالة؟ أنت قاعد تحترق الآن، راح تموت، وين ربك؟ فقال له ماذا أفعل؟ قال أنا عندي الحال. شنو الحال؟ إذا أردت أن تحيا، إذا أردت أن أنقذك، اسجد لي. فقال له أنا مكبل، أنا مربط، شلون أسجد إليك؟ فقال له يكفيني الإيماء، أومى برأسك أنك ساجد. فقام هذا الرجل وأومى برأسه بالسجود، سجد للشيطان، كفر بالله سبحانه وتعالى، خلاص. لما سجد للشيطان فكني، قال أما والآن، أما والله ما دام قد سجدت فاذهب إلى جهنم، انتهى الموضوع. شوف شلون الشيطان يستدرج الإنسان إلى آخر، يستدرج إلى آخر مرحلة. هؤلاء الذين خرجوا لحرب الإمام الحسين سيطر عليهم الشيطان، يخرج الإمام الحسين يخطب فيهم، ألست أنا ابن رسول الله؟ أليست هذه عمامته؟ هذا سيفه؟ ولكنهم كأنما صموا ولا يسمعون له حديثا أبدا، الشيطان مسيطر عليهم. ولكن الحسين عليه السلام لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى كان يحمل قلب حجر، قلب صخر، قلب أسد، قلب هذا القلب رابط الجأش. عمر بن سعد، عمر بن سعد يشهد للإمام الحسين يقول أني والله لم أرى مكثورا قد قتلت أهل بيته وعشيرته أربط جأشا من الحسين بن علي، ماكو واحد مثل هذا الرجل، رابط الجأش، قوي العزيمة. لكن هذا الرجل مع هذا القلب الصلب في
في الله سبحانه وتعالى إلا أنه منظر من المناظر، لما رآه تقطع قلبه. شنو هذا المنظر؟ قبل ما أقول إليك هذا المنظر، خلني أقول إليك قصة توصلك إليه. يوم من الأيام دخل مسيحي إلى مسجد الرسول أيام إمامة الإمام الحسين، فأخذ يبحث عن الرسول الأعظم، أين محمد؟ فقالوا له: يا مسيحي، محمد توفي من هالقد سنة، من زمان متوفي. قال: ما يصير، بالأمس أنا حلمت بالسيد المسيح، جاءني ومعه رسولكم وقال لي: اذهب غدا إلى مسجد الرسول وأسلم على يد هذا. فلابد أن يكون موجود. قالوا له أن ابنه موجود، فإذا أدعوه لي. راحوا نادوا على الإمام الحسين، جاء إليه، قال له: أنا ابن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ماذا تريد؟ سرد عليه القصة. قال له: أتريد أن تدخل في الإسلام على يدي؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام. ثم التفت إليه الإمام الحسين وقال له: يا هذا، أتريد أن ترى إلى وجه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فقال له المسيحي: أو ما تقولون أنه توفي؟ قال: بلى، توفي، ولكن عندنا شبيه. نادوا على علي الأكبر، فذهبوا ونادوا على علي الأكبر. ما أن دخل علي الأكبر إلى المسجد حتى قام المسيحي يشير عليه ويقول: هذا محمد، هذا محمد، هذا محمد، هذا الذي رأيته. ثم سقط مغشيا عليه، رشوا عليه الماء أفاق. التفت الإمام الحسين إلى هذا المسيحي، قال له: أيشبه من رأيته في المنام؟ قال: نعم، كأنه هو. قال له: هذا ليس محمد، هذا ابني علي الأكبر. قال: هذا ابنك؟ نعم. يا مسيحي، لو كان لك ابن كهذا وأصابته شوكة، ماذا يحدث فيك؟ فقال: والله لو تصيبه شوكة يتقطع قلبي عليه. فقال له: إذن أعلم يا مسيحي، أنا أراه مقطع على بوغاء الثرى. سكينة تقول: لما أن سمع أبي الحسين نداء أخي علي الأكبر ينادي: أبا حسين عليك مني السلام، خرج الحسين من الخيمة وهو ينادي: ابني علي، ابني علي، ابني علي. ما أن وصل إليه حتى أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه عليه، وضع خده على خده، صدره على صدره، ثم رفع طرفه إلى السماء وهو ينادي: على الدنيا بعدك العفا. نظر إلى ابنه وجده مقطع، أخذ يفكر: كيف آخذه إلى الخيام؟ يا ابني، شقول لعمتك لو سايلة تعانك، وليلة العزيزة تنتظر ما أيست منا، أكبر يا نور العين يا مترب، ما يقدر أقول لهم علي مرضو مرطوح بالرامضة، العدوان جسم مقطعين مرضوض لا أعضاء، أكبر يا نور العين.
يمتر بال. السيدة زينب حينما سمعت بمقتل علي خرجت من خيمتها تنادي ابن أخي علي. لما أن سمع أهل حسين قام من على جثة ابن الأكبر به رمق من الحياء. انتبه إلى والده: أبا أتتركني في مثل هذه الحالة؟ قال له: كلا، ولكن هذه عمتك زينب قد خرجت من خبائها. إذن قال له علي الأكبر: أبا حسين، إذا خرجت زينب فخذني إليها. خذني يا بويا لعمتي زينب، قراها وخلها تشد جرحي، ترى ذايب حش. قال لا يا عقلي ومهجتي حكيك برا، لا أزم أشيلك للخيام يا قرة العين، لا أزم أشيلك للخيام يا مهجتر، وعن جثتك يا صبي عيني وين نار. لو قلت إلهم ظل علي بالشمس مطرور، لازم يقول ان كان جبت الولد يا حسين، لكن بلاش الفكار يا حلو الاطباع. لا عاينة جسمك يا عقل موزع عوزع، وزينب ما تقدر تنظرك يا عقلي بالنزاع. والله يعين على ضجتها النساوي يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا، سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، فك قيد أسراءنا، شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن سالنا الدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.